طيب أعد الفائدة هذه بقراءة أركد شوي حتى نستفيد. أعد تاسعاً. تاسعاً أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه ولم نفس السرعة خفف من 120 خلى 80. نعم. تاسعاً أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه ولم يحده ولم ينهى عنه فهو الحلال. في الأصل ما يذكر الله في حكماً فهو معنى إيش؟ الحلال، ما لم يأتي فيه أمر ولا نهي. لو كان في أمر فهو بين أمرين، إما أن يكون واجب أو مستحب، لو كان في نهي فهو بين أمرين، إما أن يكون حرام أو مكروه. لكن لم يأمر به لا على سبيل الوجوب ولا استحباب، ولم ينهى عنه لا على سبيل التحريم ولا الكراهة، فهذا هو الحلال ويسمى المباح. نعم. لكن هذا في غير العبادات. في غير العبادات، يعني ما يأتي واحد يتعبد الله يقول هذه العبادة، ما نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لا، الأصل في العبادات ماذا؟ التحريم. حرام تعبد الله إلا بعبادة أذن لك أن تعبد بها. واضح؟ نعم. أما في العبادات فقد حرم الله عز وجل أن يشرع أحد من الناس عبادة لم يأذن بها الله عز وجل. نعم. فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وحرم أشياء فلا تنتهكوها. نعم. ولهذا نقول إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهك حرمات الله. ولا يقال هذا مما سكت الله عز وجل عنه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل عليها، وغير العبادات الأصل فيها الإباحة، فما سكت عنه فهو مباح. هي العادات، الطعام، الشراب، التصرفات، كلها مباحة، ما لم يأتي دليل يحرم الشيء الفلاني بعينه، أو يدخل في دليل عام كأن يكون فيه ضرر أو يكون خبيثا أو يكون فيه غش أو يكون فيه غرر جهالة، فيدخل فيه تحريم عام، أو تحريم بعينه كالميتة والخنزير والدم وبقي الأشياء كلها مباحة. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أما العبادات حرام أن تعبد الله إلا بعبادة شرعها الله عز وجل. هذا معنى إيش؟ الأصل في العبادة التحريم، والأصل في الأشياء غير العبادات الإباحة. نعم.